أهلا أهلا بالجميع، أهلا وسهلا. اليوم مكملين في موضوع العلاقات، بس رح نحكي على العلاقات وتأثيره بطاقة المكان. كثير تكلمنا عن طاقة المكان من قبل، وحكينا إنه طاقة المكان بتقوم على العناصر اللي هي المعدن، المي، الخشب، الـ الأرض والنار. أهلا في الجميع، أهلا فيكم، أهلا. المهم إحنا بنعرف إنه العناصر الخمسة لما تكون متوازنة بالمكان، المكان وكأنه بتدخل فيه طاقة الحياة بطريقة متناغمة. يعني المهم ما يكون عندنا أسهم حادة في البيت أول ما ندخل، ما يكون في مرايات أول ما ندخل، إذا عندنا درج ما يكون الدرج بصد الطاقة عن طريق المرايات أو عن طريق أي شيء فيها عواكس. إذا كانت مثلا في مكان في ممر، مهم إنه نبطئ الطاقة فيه عشان ما نخلي الطاقة تكون فيها اندفاع. يعني مهم دايما يكون في عندنا تناغم بالطاقة. التناغم بالطاقة بصير دائما بحيث إنه نوزع الأشياء بطريقة متناغمة. هلأ مش شرط تكون أنت عارف عفوا، قد ما شرط إنه نخلي الطاقة تكون فيها قلنا تناغم. ف عفوا معلش، اوكي. المهم فنرجع لموضوعنا، معلش انا لانه اجاني تليفون فتلخبطت، فنرجع لموضوعنا. المهم فخلينا نتكلم على ركن العلاقات عندنا في طاقة المكان. ركن العلاقات عندنا في طاقة المكان مهم انه يكون اول شيء نظيف، ثاني شيء ما يكون ماخذ حمام، ما يكون ماخذ مخزن، ما يكون ماخذ غاز، ما يكون ماخذ هذا الركن جزء مثلا في نفرض مهمل في البيت. ليش؟ لأنه بيأثر على طاقة المرأة بالمنزل، هاي واحد. بيأثر على طاقة العلاقة بين الرجل والمرأة، وهذا إشي كتير مهم. حتى البنت اللي بتفكر بجذب شريك الحياة، اللي بيحصل معاها إنه ممكن لما يكون في هذا الجزء مش موجود، ممكن يكون جزء مش موجود، ممكن الجزء يكون رايح على منطقة فيها حمام، منطقة فيها مخزن، منطقة مهملة في البيت، زاوية حادة في البيت، أو مفقود كل الركن، بتصير إما الصحة تتراجع أو الزواج يصير فيه خربطة أو جذب الشريك يصير فيه كمان خربطة. عرفتوا؟ أوكي. فاللي لازم نعمله إنه نشوف الرسم البياني تبع المنزل تبعنا. هل الرسم البياني ماخذ مربع او مستطيل كامل، ولا في نواقص، بحيث ممكن تشتغلوا فيه على الباقوة، ممكن تشتغلوا فيه على البوصلة، وانا بفضل دائما البوصلة لانها اكثر دقة. اوكي. فاحنا بنتجه دائما في العلاقات على الجنوب الغربي. بالنسبة لدول الخليج اغلبهم القبلة اتجاه غرب جنوب غرب، الاغلب الكويت اعتقد، عمان، الامارات، و اي ثينك اماكن في السعودية نفس الاشي، الاغلب عندنا القبلة واحدة، فجهة الجنوب الغربي اللي هي نواحي القبلة. اوكي. مهم ان يكون فيها دائما زوج من كل شيء. ليش زوج من كل شيء؟ وكأني بقول للكون اني انا إذا أنا ما عندي شريك، بقول للكون إني أنا متهيئ إني أجذب شريك. ودائما اللي مش متزوجة بتحط في الركن هذا شمعتين لونهم بينك أو وردي زهري، لون الورد، لأنه في ناس الزهري عندهم لون تاني. أوكي. إذا أنت متزوجة بنفعل في هذا المكان الشمع الأحمر ويكون اثنين. النقطة الثانية والمهمة، كويسة الكريستالات، لأنه العنصر تبع هذا الركن الكريستالات بتقويه. اوكي. بتقويه بحيث انه لما احط مثلا اماثيست او احط روز كوارتز، انا بهذه الطريقه بفعل الركن تبع الحب وتبع المراه، بحيث انه بخليه اكثر ازدهارا بالعربي. اوكي.
فاللي مطلوب مني في هذا الركن انه دائما يكون نشط متفاعل. لو نفرض انه في حمام في هذا الركن، اوكي، ممكن اعمل حاجز على هذا الحمام بحيث انه يعني زي ستارة من برا، يعني كأني نفرض هذا باب الحمام حطيت عليه زي ستارة سترايبس او اي اشي، هذه الستارة كأني بحجب انه في هنا حمام، وبحط برا لو طاولة صغيرة عليها برا الحمام عليها كريستال عليها شمع عليها هاي الشغلات، وبكلم الركن. دائما انا عندي يقين انه طاقة الكلمة، زي ما احنا حكينا قبل هيك على التجارب تبعت المي وتجارب الرز اللي صارت، اللي هو اللي بيكلم الرز بيقوله كلام حلو فالرز بيضل عايش فترة طويلة، اللي ما بيكلمه بيضل عايش بس مش قد ما الرز اللي كلمناه بكلام حلو، والكلمات السلبية على الرز الثالث بتخلي الرز يخرب على طول. كذلك المي باللورات المي بتتبرمج، فزي ما انت بتشوف هذه الشغلات إلها حياة، كمان أركان بيتك إلها حياة. حكيت لكم قبل هيك انه لما نقلت من بيت لبيت، في فيديو انا شارحة فيه، لما نقلت من بيت لبيت كنت حابة البيت القديم وضليتني مش قادرة اتقبل اني انا نقلت، فبلشت اتكلم مع البيت، اقعد على الارض واحكي مع البيت، احط ايدي على الارض واتكلم مع البيت، فانا هيك بعمل يعني صلة بيني وبين هذا المكان. كذلك الورد، عشان قريت مساء الورد، كذلك الركن بقرأ بسير أتكلم معه إنه بحكي له كلمات إيجابية، بفعل هذا الركن بالكلمات، بحط الكريستالات بحط عليها برمجة معينة، ببخر بصندل، ببخر بمرامية، بخلي هذا المكان دائما طاقته حلوة. اللي هو مش الحمام، بقولكم مثلا لو في باب للحمام بسكر كأنه بسترايبس، كأني بحجب الباب، أوكي. نيجي لو مثلا ستور برضو بسكر بإشي له علاقة بالمعدن، ما بدكم تحطوا أحجار، ما بدكم تحطوا شموع، بفعل الركن باللون اللي بينفع هذا الـ يعني هلا ركن مثلا المال بتفعل باللون الاخضر باللون البني، ممكن ادهن بهذا اللون. ركن الحب والعلاقات ممكن افعله بشيء له علاقه باللون المعدني، باللون مثلا ممكن نحط شيء له علاقه بصوره لاثنين بيحبوا بعض، اي شيء له علاقه، لو ما بدي احط رموز. فهمتوا علي؟ اوكي، تفضلي اسالي. في بنات بعتوا لي اسئلتهم، بس تفضلي اسألي. اوكي، خليني بس اشوف الكف الازرق اللي عندك، هذا طاقته منيحة، طاقته منيحة. انا بحب الكفوف، انا بحب هاي الشغلات to be honest. يعني في ناس مش متعلقة بهاي القصص كتير، بس انا من الناس اللي بحبها، مش لانها رمز او مش رمز، بس انا بحب هاي الشغلات. تفضلي اسألي حبيبتي. في سؤال إجاني إنه خليني بس أحكي قبل ما أنتوا تحطوا أسئلتكم. هلأ لما مثلا البيت يكون فيه كتير مشاحنات، اتفضل اسأل ما في مشكلة. لما يكون فيه البيت كتير مشاحنات، أوكي، وبحس إنه المشاحنات بتزيد، بشوف هل أنا عندي مثلا كتير كلاترز في البيت، كتير عندي كراكيب، كتير عندي شغلات بالبيت موجودة حاملة طاقة مش حلوة. يعني هاي الكنباية مثلا، هاي الكنباية أنا ما اشتريتها كنت أنا بحمل مشاعر جيدة ولا لا؟ هل الكنباية هذه لما يجا عندي ضيوف معينين، في مرات على فكرة بيجوك ناس هم حاملين طاقة مش حلوة، هاي الطاقة بتضل في المكان. هلأ إحنا تبعون الطاقة اللي بدارس ريكي ودارس برانيك وهدول بيعرفوا إنه لما بيجي حدا أنا ممكن أطلع طاقته من المكان. هلأ أنتوا إذا ما عارفين هذا الإشي، ممكن إنكم مثلا تبخروا بنية إنكم تطلعوا الطاقة، تبخروا بمي تبخروا بمرمية أو تحطوا مرمية أو صندل على الفحم، وبعديها تحطوا ملح برا البيت عليه على الفحمة، بحيث إنه تطلعوا كل إشي سلبي. ممكن تتخيلوا إنه بابل لونه أبيض متلقلق دخل على كل غرفة ونظفها وطلع، دخل على كل غرفة ونظفها وطلع. في كتير تقنيات ممكن نستخدمها بحيث انه هي النية الاساس في هذا الموضوع. خليني اشوف، ظهرت لي فرصة عمل كانت
مش مكمل السؤال، هل شرط نتكلم أو يكفي النية نفسها؟ أنا بقول يعني النية هي الأساس، بس حبيت تتكلم مع شوف إحنا مثلا، أنا خليني أحكي لكم شغلة. هلأ أنا عندي الكلاب، أوكي، لما بتكلم معاهم بتكلم عادي، بتكلم تعالي روحي اعملي I love you كذا، بيفهموا علي شوي شوي، بيفهموا عليك. كذلك الشجر في البيت ببتكلمه ببفهم عليك. الشجر لما بتهمله، لما بتعطيه حب، أي شيء في بيتك، إن كانت حيوانات، إن كانت نباتات، إن كانت منزل، بحس الطاقة بتكون فيها تناغم بينك وبين المكان، بصير في يعني. أنا السيارة بس أشوفها بطبطب عليها وبكلمها، يمكن الناس بتشوفه هذا مش صح، بس أنا بحس في لينك بيني وبين الشيء. بحب الأشياء تبعتي يكون في بيني وبينها لينك. لما ما يكون في بيني وبين الأشياء لينك، في مشكلة بتصير عندي أنا كشخص، إني أنا ما بحس الإشي. لذلك اللي بيجي على أي مكان بخصني بيعرف إنه روحي فيه. يعني بقولك هبة، هذا بخص هبة، هذا روح هبة فيه، بيستشعر هذا المكان. ليش؟ لأني أنا بعطيه حب وهو بيعطيني حب المكان. فلذلك أنا بحب أني أتكلم. هلأ مش شرط أنك تتكلم مع الركن، مش شرط أنك تتكلم مع البيت، بس أنا بحس أنه هذا بيوطد العلاقة بينك وبين المكان. يعني عارفين لما بدخل المكان بستشعر إذا في إشي حلو أو مش حلو. حتى الأماكن اللي أنا جديد أروحها بس لازم أمسك، لازم، يمكن لأني كمان مهندس الديكور أصلاً، فبستشعر الماتيريال. بحب أنا الأدوات، بحب البوركيه، بحب الخشب، بحب الرخام، بحب هاي الشغلات، فعندي صلة بيني وبينهم. فيمكن عشان هيك بحس أني أنا بجوز متصلة أكتر بهذا الشيء، فبحب الكلام معهم. عرفتوا؟ ظهرت لي فرصة عمل كانت مستعجلة بس ما تمت، فجأة انتهت. أوكي، هلأ هذا ما له علاقة بالعلاقات، بس برجع لك لسؤالك. يسعد مساكي، كيف أعمل تنظيف للشاكرا وكيف أعرف إنها متوازنة؟ هلأ الشاكرات أنا دايما بقول أفضل إنك توزنيها عند معالج، لأنه مرات اللي ما بيعرف للشاكرات وما بيعرف هل هي محتقنة، هل هي مستنزفة، أعتقد إنه ممكن يضر نفسه، ما يفيدها. لكن بدك دائما تكون طاقتك حلوة، امشي على حشيش، امشي على شيء طبيعي، امشي على رخام، امشي على الرمل، ادفني رجليك بالرمل، حط رجليك بمي وملح، بحيث انك بس تكوني مطهرة جسمي، او اقعدي بمي وملح، روح البحر، هاي الشغلات بتفيدك. لكن ما تشتغليش ديب في اشي انت ما عندك خبرة فيه. في عنا احنا اذا بتحبي كورس للشاكرات لتنظيفه بضل معاكي، وممكن تاخدي جلسات. ما رأيك بكاسات المي والملح؟ أنا كتير بحبها، بس تعرفوا أني أنا هاي السنة ما عملتها. عملتها أول السنة، وبعد 3 شهور طفت الكاسات، وتصدقوا ما رجعت عملت مرة تانية. أوكي، كتير منيحة. بس شوفي، إذا بدك تعملي مش الكيور اللي أنا حاطة فيديو إله، اللي هو بدون نحاس، إذا بدك تعملي، أو بدون كوينز، إذا بدك تعمليه هذا لازم يتغير دوري. يعني كل 3-4-5 أيام ماكسيمم تكوني غيرتي كاسات المي والملح، كتير منيحة. أما الكيور فيك تضلي حطاه لحد ما الملح ينشف أو يفور. لما بيفور الملح بيكون سحب كتير أنرجي. أوكي، وهذا موجود فيديو بحط لكم إياه بالستوري على أساس اللي بده يعمله. وحكيت كمان، عملت فيديو على الملح اللي بتحطوها في باوتش صغيرة وبتعلقوها، كمان منيحة، وبرضو بتتغير كل فترة. لا مش يوميا، مش شرط يوميا. شوفي، إذا ما كان، هلأ أنا بحب أسوي اللي هي الليمون، شغلة الليمون، وبغيرها كل أسبوع، هذه ما بقطعها. المي والملح بسويها لما أحس إنه المكان بده. مرات بحس إنه إجا ناس كتير، أنا مثلا عندي شغل كتير، مضغوطة كتير، بحس إني أنا بحتاج. بس ما بتتغير كل يوم، يعني إلا إذا كاسات صغيرة. أنا بحكي على الفازز الكبيرة، يعني أنا بحط فاز كبيرة بحط فيها مي وملح، وأحيانا بحط فيها رنفل، وأحيانا بحط كريستالات. يمكن حد أظن عملت فيديو بحط فيه كريستالة، بحط أماثيست الخام، بتحطيه جوا وبتحركيه وبتتركيه كتير منيحة.
اوكي انا عندي عامله بالمنزل في طاقه سالبه، ممكن شوفوا احيانا طاقتهم بتكون مزعجه جدا. ليش؟ لانه عشان هيك انا لما شوف بصراحه انا لما بجيب اي حدا بحب اني اشوف صورتها عشان استشعر طاقتها. اذا حسيت الطاقه مش مرتاحه لها، واحيانا بتبين العلامات من بدري، يعني مثلا سبحان الله في ناس بتيجي بيجي معها الخير، في ناس بتيجي ما بيجي معها الخير، فبتكون تنتبهوا على هذا الموضوع. كمان هحكي لكم شغله، مره كان عندي وحده و بحس كنت انه طاقتها فيها شيء، وبحس انه بالذات الطاقه بتتاثر على طول، عرفوا بالمي والاكل هدول اكثر شغلتين بتتاثروا، فبتبدا تصير عندك احداث غريبه. اول ما نويت اني اطلعها الامور رجعت تتعدل. فحطوا في بالكم انه بتحسوا حتى بمعدتكم ممكن يصير فيها خربطه، ممكن تحسوا بضيق عندكم، انا بقول لكم ببين معكم في المي والاكل، هذا اكثر شيء. بغرفتها اغير كاسات، حطي كاسات واعملي مرميه. هلا اذا ما بتقدر تغيريها اعملي مرميه، شغلي مرميه، احرقي صندل ممكن، افضل. لانه صراحه لانه هي طاقه موجوده عندك جبتيها لبيتك، فبتتاثري اكيد. انا في بنات مثلا من اللي بيتابعوا معايا بيبعتوا لي صورهم، هي بشيكي فبشيك لهم. الحشيش الصناعي ما بحبه أبدا. شوفوا الحشيش الصناعي في البيت بيسحب الطاقة السلبية وبيخليها ممسوكة، يعني ما فيش خدوهات في الطاقة، يعني أي بلاستيك، شجر بلاستيك بتلاقوه أول إشي بلقط الطاقة السلبية بضل ماسك فيها. بس هو صراحة يعني عن تجربة الحشيش الصناعي أسهل. اوكي فالحشيش الصناعي اسهل. ليش؟ لانه تنظيف ورش مي وخلص، يعني مش حتحاتي على انه صار فيه مشاكل او صار فيه فطريات او صار فيه طول وبده ينقص الحشيش، كل هذه القصص. لكن صراحه طاقته كتير حلوه في المكان. طيب وانا اذا غسلته، حتى لو غسلتي بمي وملح اوكي بنضف، بس بلقط الطاقه السلبيه على طول. يعني البلاستيك دائما بقولهم البلاستيك، الشجر البلاستيك، الورد البلاستيك، وعارفين البي في سي اللي زي الباركيه، اللي عامل زي الباركيه بس هو مش باركيه، مش خشب، من تحت زي المطاط، اوكي زي تبعون صلاه الرياضه كمان، هذا كتير بلقط طاقه مش حلوه. عرفتوا؟ فالافضل دائما انه نروح للطبيعي، او اذا ما في طبيعي حطي اي شيء ثاني. نح نحفهنا، انا بعمل صيام مي هذه الفتره، فالحمد لله جسمي كثير مرتاح، وحاسه حتى طاقتي مختلفه. نحفهنا 20 كيلو الحمد لله، وان شاء الله الى كمان. بس اخلص من الصيام المي بحكي لكم قصته، عشان اكون يعني اعطيتكم فيدباك كامل عن الموضوع. شو كمان في اسئله حابين تسالوها؟ يمكن في فوق. نرجع نكمل على موضوعنا تبع هل وجود ثلاجه صغيره في ركن العلاقات بياثر. اقول لك ليش الثلاجه طاقتها، هلا اذا لونها فضي منيح او ابيض، لكن انا دائما بفضل هديك هذا المكان يكون يعني عارفة ممكن تكسري بإيش، حطي شمعتين فوق، ممكن تحطي على التلاجة نفسها هدول الماجنتيك اللي إلهم صور بتعبر عن الحب. إذا لونها فضي إتس أوكي، بس أنا دايما بفضل إنه لو تخليها عزاوية شوي، تبعد عن الجهة اللي هي الجنوب الغربي. هل ممكن أرسل لك خارطة البيت لمعرفة الأركان؟ ممكن تحجزي استشارة طاقة مكان، لأنه أنا بعمل استشارة طاقة المكان حاليا كله عن بعد، ما بطلت أروح على اللوكيشنز. هل ممكن أوكي إيش هي الأشياء المفروض أتبعها مع الفينغ شوي؟ شوفوا أنا قلت لكم، إذا أنت من مكة، ما بعرف اتجاه القبلة
حتى لو كنت في مكان مش بديش اخربط لك، بس اتاكدي انت من البوصله احسن. فاهم اشي يكون المكان نظيف. تاني شيء، اذا انتم بدكم يعني تعملوا عن جد ركن، حطوا طاوله خشبيه عليها شرشف اصفر، هذا الافضل، او اي اشي لونه اصفر. بنحط بعديها شمعتين، اذا انت مش متزوجه وردي زهري لونهم، او بينك للي مش عارف اللون الزهري، لانه الزهري بالمصري كحلي عندنا. اوكي. بنحط شمعتين، بنحط اثنين ممكن بط مندرين، ممكن اثنين كور روز كوارتز، او نحط اماثيست، نحط مثلا اثنين بيحبوا بعض. بس انا بصراحه ما بحبش اخذ من الانترنت صور، انا ما بعرف طاقه الاشخاص المصوره، يعني ما بعرف طاقتهم شو هي، هي كويسة ولا هي بس الصورة فيك. فأنا ما بفضلش الصور، أنا عن نفسي ما بفضل الصور. موعد في العيادة ما فهمت. أنا حاليا باخد كله أونلاين، ما باخد بالمركز استشارات. فإذا حابين تعمل، حابة تعمل الاستشارة أو حابة تعمل استشارة، ممكن تحجزي. إلى أي مدى تأثر طاقة المكان؟ شوفي، 65% طاقتك هي الأساس، الباقي طاقة المكان لها تأثير. يعني ما حقولك والله طاقة المكان كومبليتلي حتغيرك، إذا أنت حدا طاقته مرتفعة طاقة المكان بترتفع يعني شوفوا، المكان بيعطيني وبعطيه، لكن لا يغني أني أنا أكون مثلا واحدة طاقتي منخفضة ومكاني طاقته مرتفعة، اني ممكن اتحسن بس مش 100%. حتحسن 100% لما انا يكون عندي نية بالتغيير، اني انا مستقبل جيد لاموري في الحياة، انا حاسس اني انا مثلا بدي افتح ابواب عندي في حياتي، بدي اغير، يعني مستعد لهذا التغيير. اما اذا انا كشخص مش مستعد للتغيير وطاقتي منخفضة وبحكم على الناس وبحكم على حالي وبجلد نفسي، فما في كتير تغيير راح تشوفيه. في تغيير لكن بالنسبة زي ما قلت لك من 35% ل 40%، بس مش انه ما بغير حياة البني آدم، لا بغير. يعني هلأ احنا بنعرف انه طاقة الاماكن، ممكن تسكني بيت الله يفتحها عليك، يفتحها عليك من جميع ابوابه، وممكن تسكني بيت تسكر كل ابواب. طاقة المكان هذا افضل من هذا، ما فينا ننكر، بس كمان الانسان عنده هو القدرة على انه يميز الطاقة تبعته كيف تكون، يختار الأصدقاء اللي بيجوا عليه، يختار التعاملات اللي بتعملها، يختار الكلمات اللي بيحكيها بينه وبين نفسه، يختار أفكاره. كل هاي الأشياء بتأثر على لحظة، ركن المال إيش نحط فيه؟ أنا اليوم بس حتكلم عن العلاقات، لأنه أنا هذا الشهر بدي أحكي. لا شمع لون كحلي، لا أنا ما قلت كحلي، أنا بقول زهري. الزهري في اللغة، في لغات معينة يعني كحلي، بينك يعني وردي، ما بعرف إيش بتقولوا له. هلأ ما رح أحكي اليوم عن ركن المال، رح نتكلم اليوم فقط عن العلاقات وتأثيرها. أوكي. هلأ فبقولكم كنت أحكي أول إشي على موضوع إنه لما تكون الأشياء اللي في البيت تحمل طاقة مش حلوة أو ذكريات مش حلوة، كلها بتكون متخزنة في الأشياء والأماكن. فأنا إذا مش قادر أبدل أو أنظف هاي الطاقة، على الأقل إني أنا أحاول أتكلم مع هذا الشيء، مثلا الكنباية، الخزانة، الرفوف، هاي الأشياء مهم إني أتواصل معها وأبدأ بتنظيف الطاقة بالمرمية، بالصندل، باللي بتحبوه، مش مشكلة. يعني ما بقولكم بس بالمرمية والصندل، لكن أنا بحس إنه هدول التنتين حاجتين، أكتر حاجتين ممكن لما أنظف فيها الطاقة تكون مرتفعة في المكان. إذا قصيت شعري وارتحت من بعض الذكريات، ما بعرف إيش علاقة الشعر بالذكريات، ما عندي فكرة.
أنا بتكلم اليوم عن طاقة المكان وكيف إني أخلي ركن العلاقات عندي كويس، طاقته مرتفعة، البيت عندي طاقته مرتفعة. مهم إني قلت لكم مثلا، خلينا نحكي على البنات اللي لسه ما تزوجوا. أوكي، البنات اللي لسه ما تزوجوا هلأ وعندهم تجربة سابقة، مثلا نفرض خطبة قديمة ما مشيت، زواج قديم وانفصال، ومخلية الأغراض عندها وبدها تجذب شريك. طيب انت زي ما مبارح قلت، انت بتقولي للكون يا كون أنا عندي شخص لسه ستيل موجود في هذا المكان، طاقته موجودة، صوره موجودة، أشياء موجودة. أوكي، ما تجيب لي إشي جديد، فلازم أفرغ الطاقة تبعت الشخص من المكان عشان أستقبل علاقة جديدة أو أستقبل شخص جديد. خلينا أشوف، أنا قصيت شعري وارتحت. أوكي صحيح، الشعر يحمل طاقة. أوكي الشعر بيحمل طاقة، وتكلمت إنه الشعر كيف إحنا نتخلص منه. أنتوا لو ترجعوا لفيديوهات القديمة حتشوفوا، قلت إنه الشعر ما بينفع نرميه بأي مكان، مهم إنه نحطه بزرعة، مهم إنه الأظفرنا كمان نحطها بزرعة بتربة، نخلي مكان بس نحط فيه الشعر بحيث إنه ما ينزل في المجاري ويسحب طاقتنا منه. أوكي، هل ركن العلاقات بالباكو ولا البوصلة، وهل هو الجنوب الغربي؟ صح، شوفي بالباكو احنا عندنا 9 أركان، بالبوصلة عندنا استنوا 1 2 3 9 أركان. صح، أوكي 9 أركان. ليش؟ لأنه بتتقسم على هوا البيت، بس أنا دائما بفضل البوصلة ما بفضل الباقوة لكتير أسباب، بس للي ما بيعرف يروح على الباقوة. لكن أنا بقولكم بالنسبة للبوصلة هو في الجنوب الغربي. من فضلك أنا عندي شخص مرتبطة فيه وما في تفاهم، وننفصل ونرجع بطريقة أقوى كأنه في شيء يربطنا، وعملت 3 سجلات أكاشا، شو تنصحيني؟ اعملي إذا بتحبي معايا جلسات، اعملي إذا بتحبي معايا جلسات، بس اسألي نفسك هل هو هذا الشخص المناسب؟ هل هو هذا الشخص اللي أنت بدك تكملي معه حياتك؟ هل الأشياء اللي بتنفصلوا عشانها أنت ما بتقدر تتعايشي معها لقدام؟ والنقطة المهمة ممكن أنك تسويها عشان تعرف بالضبط إيش بدك، تاخدي ورشة جذب الشريك. نشوفي أسئلة تانية حابين تسألوها قبل ما أسكر. زي ما قلت لكم الركن يكون نظيف، طاقته حلوة، نحب الأشياء اللي فيه. كمان لأنه الشرشف الأصفر، لون الأصفر هو لون الأرض. كيف أعرف إنه شكراتي محتقنين؟ هذا معالج الطاقة اللي بيعرف يقيس، مش كل معالجين الطاقة بتقيس، اللي بيعرف يقيس معالج الطاقة، اللي بيعرف يقيس هو اللي بيقدر يحدد. مش كل المعالجين بيعرفوا يقيسوا، يعني خليني أقولكم اللي تعلم القياس تبع الطاقة هو اللي بيعرف يقيس، مش كل الناس بتعرف تقيس. فأنا ما بقدر أعلمك كيف تقيس الطاقة إلا إذا أنت واحدة مثلا تلميذة عندي في كورسات الريكي، أو بتاخدي معايا ورش، أما على العام ما بقدر أعلمها. بالنسبة للبامبو الكلام عن أعداده صحيح؟ صحيح، بتحطي بامبو إذا بتحبي تنتهي. بس إذا بدك تعرفي شغلات بسيطة خليني بس أقولكم، يعني إذا عندك نفخة بالمعدة عندك احتقان، إذا عندك حرقة بالمعدة عندك استنزاف. أوكي، كيف أخذ ورشة جذب الشريك؟ هلأ إذا بتحبي بتواصلوا معاكي، ابعتي مسج هلأ ببعته لك اللينك بخصوص نحجز موعد معاكي الأخ أخت هبة. إذا كمان بتحب تحجز موعد ممكن تبعت مسج على الخاص، برسل لك اللينك إن شاء الله. شوفي كمان أسئلة. البامبو منيح إنك ذكرتي، البامبو من الأشجار اللي حلوة طاقتها وبتعيش. زائد لسان الحما كلمتكم عليه قبل هيك، على فكرة أنا فيديوهاتي القديمة كتير غنية بهاي الأشياء، حكيت عن البامبو، حكيت عن أعداد البامبو، بس قديمة الفيديوهات. لسان الحما إذا بتحبوا مثلا
حطيت عنه فيديو قبل هيك. هاي الأشجار بتعطي أكسجين فبتفعل الركن أكتر، عرفتوا؟ يعني أنا اللي بعنيه إنه كل واحد فينا بيقدر يفعل المكان لما يحب الأغراض اللي فيه. يعني أنا قلت لكم حتى الأحجار لما تبرمجوها وتحطوا حجرين أماتيست، حجرين ممكن كلير كوارتز، حجرين روز كوارتز، شمعتين حمر إذا متزوجة، شمعتين بينك إذا مش متزوجة، وتستشعري الركن. ممكن تعملي تأملاتك هناك، ممكن تعملي كيف أحكي لكم، ممكن تعملي لك قاعدة بسيطة هناك بحيث إنه تستشعري المكان أكتر. شوفوا الإشي، سيبوكم من موضوع الطاقة، الطاقة حقيقة، بس أنا بدي أرجع أقولكم إنه الإشي إحساس. قد ما كان عندكم في إحساس، قد ما كان عندكم في مشاعر حب، على قد ما كنتوا متصلين بالمكان، متصلين بطاقته وبتجذبوا هذا الشيء. يعني حبي للشيء، حبي مثلا انت لما بتحب سيارتك وبتعطيها، اوكي، هي حتعطيك. لما تحس انك انت طول الوقت بتسبسب في السيارة او بتخاني او بتعمل مشاكل، دائما فيها مشاكل. كل اشي في حياتنا في حياة وفي روح، ربنا قال كل اشي بيسبح بحمده، فكل اشي له حياة. فكل شيء موجود عندنا في بيتنا او في حياتنا او في مكتبنا إله إنرجي، إله طاقة، إله فايبريشن. نرجع على قصة تانية مهمة، الأسهم الحادة ما تكون متجهة على هذا الركن. يعني طاولة بحفة، إيش بتسموها، الحفة، يعني حفة الطاولة ما تكون حادة، ما تكون زاوية قائمة، يعني ممكن تكون كيرف، دائرية، نصف دائري. هاي الأشياء مهمة لأنه كأننا بنعمل سموم على هذا المكان، أو في مثلا عمود، العمود قاعد بيسلط طاقة على هذا الركن، كمان هذا إشي مش كويس، عرفته؟ ركن العلاقات نعمله في غرفة النوم، إذا أنت مش متزوجة عمليه بغرفة النوم. كيف أعالج الأسهم الحادة؟ علاج الأسهم الحادة إما أنك تعملي زاوية على المكان، أو في إحنا بنعطي علاجات عن طريق نسلط إضاءة أو إشي زي هيك. لو عاملة استشارة بعطيكي equipments تحطيها، شغلات ممكن تحطيها، cures يعني حلول، أوكي. النقطة الثانية، إذا خلينا نفرض إنه الركن مش موجود، أنا ما تكلمت عن هذا الموضوع، إذا ركن الأم أو العلاقات مش موجود، ممكن نزيد الإضاءة في هذا المكان، ممكن أحط مراية وأنوي أني أمد الطاقة للمكان. يعني كأنه لنفرض، خلينا نفرض، افرضوا أنه هذا باكيت الكلينكس، ماشي، رايح من عندي زاوية، نفرض هيك زاوية، خلوني أوريكم شغلة، لحظة دقيقة. دقيقة معلش. افرضوا، لنفرض هاي المستطيل هذا البيت، اوكي، الزاوية هاي مقطوعة من عندي رايحة، بقوم ايش بسوي؟ بسلط اضاءة هنا وبحط مراية وبنوي انه هاي المراية تمد الركن، كأنها سحبت هاي المراية هيك، سحبت لي المكان هيك، عرفتوا؟ فلما يكون الركن مشيول من هذا المكان، بحط مراية بهذه الجهة او بهاي الجهة وبنوي اني امد الطاقة بحيث اني اوجد الركن. لانه ركن العلاقات اذا ما كان موجود، ايش اللي بيحصل؟ ممكن الام او البنت اللي في البيت تنضر، وكأنه بتضعف طاقتها في المكان. هذا اشي كتير مهم. لا بيتكم اشوف ايش الاسئلة. طب كيف اعالج الاسهم الحد؟ اوكي، ركن العلاقات مرتبط بعلاقتي مع نفسي وحبي إلها. التاتو ان كان رسمة سهم خارجي، والله شوفي التاتو، كل تاتو له طاقة، في تاتوهات بتجيب طاقة مش حلوة، عرفتوا؟ فانتبهوا لموضوع التاتوهات، يعني قبل ما تحطوه افهموا ايش معناه. مرة حلمت بحجر القسط الهندي للتبخير، والله شوفوا انا ما بحبش القسط الهندي، هو التبخير كويس وطاقته منيح، بس أنا ما بحبه، مرتبط معايا بذاكرة مش حلوة، لكن كويس، بس أنا ما بحب ريحته.
وما جربت صراحة أبخر فيه. اللي بحس فيه كتير المرمية، كتير بستشعر فيه الصندل. وفي أشياء تانية ممكن أعمل فيديو عليها على أساس إنكم تستفيدوا من هذا الموضوع، بس بقولكم ركن العلاقات إذا رايح مهم إنه نسلط إضاءة أو نحط مراية زي ما قلت لكم، بحيث يفضل إنها مقعرة، بس إذا ما عندكم مقعرة حطوا مراية، حطوا مراية الباكو ممكن تطلبوها من الموقع عندي، أو مرايات عادية، مراية عادية وتنموا عليها. في أي سؤال تاني حابين تسألوه قبل ما أسكر؟ أوكي، هذا كله جاوبت أنا عليه. شو فايدة روز كوارتز؟ هو حجر الحب، اقرأوا عليه، من الأحجار اللي طاقتها جدا مرتفعة. وهو معروف ذبذبة الحب فيه مرتفعة، عرفتوا؟ والبرمجة، وحجر بناسب الأغلبية يعني كل الناس. في مثلا هلأ في ناس ما بتناسبها كل الأحجار، بس أنا ما بحبش أدخل في هذا الموضوع، لأنه بحس إنه كل إنسان في فترة معينة من حياته بيحتاج أحجار معينة، عرفتوا؟ أنا ركن الحب خلف الباب، إيش أحط؟ ورا باب البيت يعني ولا؟ ما أنا ما بقدر أحدد إلا إذا ورتيني المكان، عرفتي؟ كيف الحجم؟ خاتم أو حجر خام؟ أنا بتكلم عن الركن، ما بتكلم عن اللبس. يعطيك العافية، تعبتي، صوتك مبحوح. لا أنا هيك صوتي دايما، مش مبحوح. ورا باب الغرفة، بس إنه ركن كامل يعني، جاي زاوية كاملة. كيف أبرمج حجر؟ برضو في فيديو على برمجة الأحجار، ممكن تحطيه أول إشي بمي وملح وتبخريه، وبعدين تمسكيه بإيديكي وتحطي عليه النية اللي أنت بتحبيها. أوكي؟ يعني ما بدنا نعطي للأمور قصص كتير كبيرة، يعني بكل سهولة ممكن نسويها شغلات. هي إحساسك قديه. روز كوارتز كم حجمه؟ مش مشكلة، ما تضايقوش الأمور يعني. إن شاء الله قلبين صغار، إن شاء الله بطتين وز اللي هما إيش اسمهم، البط المندرين، شغلتين هيك زي بعض حلوين. مش شرط، ما تكبروش المواضيع. حبوا المكان أكتر ما إنكم تروحوا تجيبوا شغلات وتكلفوا على حالكم. شو نوع الدايت لو سمحتي؟ والله أنا ضعفان 20 كيلو، صيام مية، ما بعملش شي تاني، بس بشربش غير مية وزنجبيل. بس هذا ما بينفع لكل الناس، لأنه بدك تكوني مشيكة على حالك وفترتها حتى. ويفضل أنك تكون شايفة الفيتامينات تبعتك. إيش رأيك بنجوم الطائرة؟ هل شوفوا نجوم الطائرة بتأثر 100%؟ أوكي، لكن إذا شبكتوا معاها حتأثر. يعني إذا أنت شبكتي مع النجوم الطائرة وصرتي تفاعلي وتعرفي مثلا تقرأي كل شهر إيش هذا الشهر، مثلا نجم الطائر في الشمال نفرض في طاقة نفرض فيكتوري، وفعلت الطاقة هناك، حلو. لقيتي مثلا في الجنوب في مشاكل وحطيت كيور إلها، كمان حلو. لكن إذا أنت بس قاعدة بتقرأي وتبرمجي حالك على أنه الشهر هذا الجنوب حيكون في مشكلة أو اتجاه المال في مشكلة، بتصير تربطي، فبتصير تجذبي لحالك مشاكل مالية. فإذا أنت ما بتفهمي فيها ما تدخليش فيها. إذا أنت مستعدة كل شهر تعملي كيورز، it's okay, go ahead. عرفتوا؟ يعني أنا موضوع النجوم الطائرة حتى عمري ما حكيت فيه بالعام، غير اللي بيشتركين معي بورشة الفينغ شوي، غير هيك ما بحكي فيه. فبرجع بقولكم، خليني أحكي في آخر نقطة. لما بيكون ركن العلاقات مش موجود، أو أنت نقلتي عبيت وصرتي صارت عندك مشاكل زوجية أو مشاكل في البيت أو مشاكل مع أولادك، اعرفي انه في مشكله في الطاقه بتخص ركن العلاقات. احيانا ركن العلاقات مش بس بخص علاقتك مع الرجل، علاقتك مع ذاتك، علاقتك مع اصحابك. احيانا لما كمان الركن يكون ضعيف او مش مفعل او يكون مش موجود، بصير تفقدي علاقاتك مع اصدقائك، بيروحوا ناس كتير من حياتك، بتلاقي علاقتك في زوجك فيها توتر، بتلاقي في مثلا مشاحنات على أشياء ما إلها معنى. فمهم إني أفعل هذا الركن، مش بس عشان أجذب شريك وعشان أنا أكون متناغمة ومرتاحة في بيتي، لأنه طاقة المرأة
في الجنوب الغربي، طاقتها في منطقة الجنوب الغربي. لذلك لو أنت مثلا عندك زي ما قلت لكم عندكم غاز في هذه المنطقة، أوكي النار بتفعل وكويسة، بس حلو أني أحط روز كوارتز أوكي عشان أهدي شوي الأنرجي اللي هي ما يكون فيها مشاحنات، ما يكون مثلا الشموع أكتر من تنتين وما يكون أقل من تنتين أوكي. دائما أشغلها لما أحس أني أنا مثلا متوترة. كمان مهم أني إذا حسيت أنه مثلا زي ما قلت لكم المكان فيه كراكيب، فيه بغبرة، فيه كذا، يتنظف ويتسكر، وأعمل إلي زاوية وكأنها هذه كأني لغيت المخزن أو الحمام وحطيت إلي زاوية وعملت في هاي الطاقة وفعلتها بطريقة تشدني، عرفتوا؟ بحيث أني أشيل طاقة أي شيء مش حلوة في ركن العلاقات، عرفتوا؟ لأنه زي ما قلت لكم طاقة المرأة، طاقة العلاقات بشكل عام، وطاقة العلاقة مع الرجل بتخص هذا الركن، فمهم يكون متفاعل بطريقة صحيحة، ومهم إنه يكون زي ما بقولكم حباء، مش مهم أكلف على حالي كتير قد ما مهم إني أنا أبحب الأيتيمز الموجودة فيه، بحب هذا الركن والديتيلز اللي فيه، ممكن أعمل بس رف وأحط فيه هذا الإشي، مش ضروري زاوية كبيرة، ممكن صور، قلت لكم صور لشغلتين مثلا بطتين عصفورين whatever، عرفتوا؟ هذا بالنسبة لركن طاقة المكان وتأثيره، لأنه جدا بيأثر علينا. شو حابين نحكي بكرة على أي موضوع بخص العلاقات؟ حابين نحكي فيه، نكمل في موضوع طاقة المكان، ندخل أكثر ولا نشوف إشي تاني بخص العلاقات؟ بس جاوبوني قبل ما أسكر، ولا بس ناخد أسئلة بكرة مثلا نحكي نجاوب على أسئلة بشكل عام. أنا بتكلم عن العلاقات هاي الفترة، بحكي عن العلاقات. ف التشافي، تشافي قصدكم العلاقات ولا إيش بالضبط؟ هاي الفترة راح تكون أغلبها طاقة المكان حلو أوكي، تطهير الجسد والشكرات. في سؤال هل الشموع الحمراء تناسب ركن العلاقات ولا قلت المتزوجة بتحط أحمر، اللي مش متزوجة بتحط بينك. الله يعافيك يا رب، شكرا لك. خلص إن شاء الله عن طاقة المكان، يعني نتكلم بكرة عن طاقة المكان، نمسك ركن المال مثلا أوكي تمام، بكرة بنحكي عن طاقة المكان. وحابة أحكي أكثر عن موضوع الركن، كيف إنه مرات بتأثر الإنسان فيه. زي ما شرحت لكم إذا الركن مش موجود حطوا مراية ومدوا، حطوا نية إنها تنمد، كأنك بتعملي لها extend أو stretch للحيطة أوكي. وإذا عندكم أسئلة حط لكم بوكس اسألني، حطوا الأسئلة. اليوم أنا نسيت أعمل كابتشر إلها، فحطوا الأسئلة وبعملها كابتشر وبكرة بنجاوب ونتكلم أكثر عن طاقة المكان. شكرا إلك حبيبتي، الله يسعدك، شكرا إلك. ممكن أقولكم إيش الحلول في هاي الموضوع، بحكي بكرة إن شاء الله عن هذا الموضوع بإذن الله. شكرا إلكم، وليلتكم سعيدة، واللي عنده نهار نهاركم سعيد، وإن شاء الله يومكم مليء بالحب. أشوفكم على خير.